إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات والإخوان السائقين والسائقات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت إليكم الإخوان المشاهدين مجددا لتتمة طريق الوطنية رقم 19 اللي كنت بديت لكم المقاطع ديالها من التاورير اتجاه حاسي بركان. والآن الإخوان، هذا المقطع هذا اللي كنخرجوا من حاسي بركان في اتجاه سلوان ولا العروي، حتى الملتقى الطريق اللي كتجيبنا من الناظور في اتجاه العروي. غتشوفوا معايا الطريق كيفاش ولات، كيفاش تصلحات الطريق، كيفاش ولات مزيانه الطريق. طيب اللهم بارك. الطريق الاخوان هي راه ما بقاش فيها الحفاري، ما بقاش فيها لي ضوضان والسكوس. هنا الطريق صبحت جيده مزيانه، اللهم بارك الاخوان. هذه بشرى ساره جميع وسائل النقل اللي ديال السلع، وكذلك الجاليه اللي كيديروها الطريق، راه كيديروها بزاف ديال الناس اللي كيديروها بكثره في اتجاه ديال التاوريرت وفي اتجاه طريق السيار. الاخوان كذلك بالنسبه للشاحنات الوزن الثقيل اللي كيكونوا مشارجين هنا في اتجاه ديال الناظور ولا خارجين من الناظور في اتجاه ديال طريق السيار ولا التاوريرت، كتكون عندهم واحد الحموله وكيتكرفسوا شويه في هذه الطريق هذه مع لي سكوس. الطريق كتكون شويه محفره، والحمد لله الان الاخوان الطريق صبحت رائعه جدا، كما تنقولوا نيلو يعني بلا، يعني الطريق اللهم بارك طريق جيد الاخوان. باقي غير كما قلت لكم الاخوان، باقي هذاك المقطع اللي من واد ملويه حتى المدخل ديال التاوريرت، داك هو المقطع اللي راه باقي في الاشغال، ولكن راه خدامين كيزفتو تمايا وكيقادوه. هذاك هو المقطع اللي بقى. وهاد المقاطع الاخوان انتم كتشوفوه معايا هنايا، مقاطع الاخوان تقريبا كلهم سالوا. هاد المقاطع هادو انتم هدا الاخوان هما انتم غتمشيو معايا وتسافروا معايا وتشوفوا معايا هاد المقطع هذا حتى نوصلوا ملتقى الطريق اللي كتدينا الاتجاه ديال العروي، وكذلك الطريق اللي كترجعنا لوسط سلوان. نشوفوا الطريق واش باقى شي حاجه تمايا ولا ما بقاش. المهم الاخوان خليكم معايا، حنا غاديين لحد الساعه. الطريق راه مزيانه، الخطوط واضحه، يعني كذلك الحجرات سبيسيال اللي كيكونوا على جانب الطريق على اليمين وعلى اليسار اللي كيكون كيعطي واحد البريو واحد الاضاءه بالليل، باش الا كان شي ضبابه ولا شي حاجه ولا كان الشتا كتبين لنا الحد ديال الطريق، باش ما نخرجوش على داك الخط، باش ما نخرجوش على داك الاضاءه. داك الضوء كتعطينا الاشاره بانه راه هذا هو الحد ديال الكودرون. وطريق السلامه نتمنى لجميع مستعملي الطريق. وهنا الاخوان كاين واحد الملتقى ديال الطريق اللي كترجعنا لزايو وترجعنا لوجده. كاين واحد الكروازمه هنايا، يعني واحد ملتقى الطرق. الناس اللي بغا يمشيو لزايو بغا يرجعوا لوجده من هنا الاخوان، كتبان لكم واحد الشاحنه كبيره راه غاده شاده الطريق. ها البلاكه هي، كندورو على اليمين ونمشيو لاتجاه ديال زايو. الناس اللي يمشيو لزايو ولا يمشيو لوجده بركان. ومن هنا الاخوان الناس اللي بغا يكملوا الطريق في اتجاه ديال الناظور يكملوا معنا الطريق اتجاه الناظور. انتم كتشوفوا معنا الاخوان هنايا طريق لحد الساعه الاخوان، اللهم بارك. انتم الطريق الاخوان مسرحه مزيانه، الطريق الاخوان راه السرعه محدوده فيها، كاين 100 وكاين 80. المهم يعني الاخوان السرعه القصوى هي 100، لانه غير طريقنا هذه طريق وطنيه ماشي طريق سيار، طريق وطني. اللهم بارك الاخوان، 180 راه 100 ولا 80 راه مزيانه الطريق. الا مشيتي غير 80 والطريق مسرحه ما وقفتي ما والو ما ديرون جاتك حتى شي حاجه، غادي تمشي مرتاح. هانتوما الاخوان شوفوا الطريق راه حتى 9 ولات مشويه من 9 مزيانه. الجنبات ديال الطريق راه كاع هانتوما شوفوا الاخوان، انا غادي بحال راه ما كتبانش لكم بانه راه يعني كاين شي اهتزاز في يعني في التصوير في الهاتف وداك الشيء. تبان لكم الطريق مقاده، تبان لكم الطريق اللهم بارك، يعني
جميع السائقين ان شاء الله يبقاو يمشيو في الطريق مرتاحين، وهذا الشيء اللي كنبغيو لجميع السائقين وجميع الطرق ان شاء الله ديال بلادنا يكونوا بحال هكذا الطريق، لان الطريق على الاخوان راه هي الشريان ديال الحياه. الا ما كانش الطريق راه ما كاين والو، راه الطريق هي الاساس، الطريق هي كل شيء، راه النقل راه الطريق هو كل شيء. لما كانش الطريق ما كيكونش لا النقل لا والو. طريق سلامة، نتمنى للجميع، وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش الاعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس امرا. تحية لجميع السائقين والسائقات، وتحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، الناس اللي كيحبونا ويساندونا ويتبعون معنا القناة، تحية لهم جميعا اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. وتحية الجالية ديالنا المغاربة المقيمين بالخارج، تحية لهم جميعا ان شاء الله. ملي كيكونوا كيجيو راه كيديروا هاد الطريق هادي بزاف، ملي كنكون في فصل الصيف كنتلاقى معهم الاخوان تيكونوا غادي شادين هاد الطريق هادي. الحمد لله، واخا كيكون عندهم دابا لا شارج داكشي في السيارات ديالهم وداكشي، يعني راه الحمد لله الطريق راه هادي بشرة لازم فواليهم بانه هاد الطريق راه ولات اصبحت جيدة مزيانة، الطريق راه تعاودت بالكامل. خليكم مكملين معايا المقطع حتى نوصل ان شاء الله ملتقى الطريق ما بين زايو، عفوا ما بين العروي وسروان، طريق السلامة للجميع.
إلى هنا إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، كنتم معنا في هذا المقطع هذا من حاسي بركان حتى المنطقة الطريق ما بين العروي والسلوان. أنتم كما تشوفوا معنا الإخوان الطريق راه كلها مصلوحة، كلها ولات جيدة جدا، طريق سلامة للجميع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. وخليكم دائما مع القناة باقي المقاطع ديال الطرقات ديال بلادنا إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي بغى يمشي للعروي يدور على اليسار، واللي بغى يمشي لاتجاه سلوان اتجاه الناظور يدور على اليمين. طريق السلامة للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.